محمد أبو شاهين محافظ المحامين الفلسطينيين ومحافظ العلاقات الدولية. منع سلطات الاحتلال له من مغادرة فلسطين هذا يؤكد أن الكيان الصهيوني يتابع أي تحرك أي نشاط يقوم فيه المجتمع المدني الهيئات الاتحادات بكل صوره بكل أبعاده، مما يعني مدى تأثير كل خطوة وإن كانت بسيطة لازم نكون فيها في مواجهة هذا القرار الصادر على الرئيس الأمريكي وتداعياته على المنطقة، واللي على أساسه مشروع انتخابي لإرضاء اللوبي الصهيوني واللوبي اليهودي ومدى تأثيره وفعاليته في القرار الأمريكي. وبالتالي الشعب الفلسطيني هو جاهز دوما للتحديات، جاهز دوما للمجابهة. لن يكون هذا القرار أن يثني الشعب الفلسطيني عن نضاله عن تحديه، واللي عم نشوفه على الأرض واللي شفناه في تاريخ الشعب الفلسطيني يؤكد مدى جدارة ومدى قوة ومدى أصالة هذا الشعب الذي يدافع عن مقدسات الأمة العربية والإسلامية بكل ما أوتي من قوة، من تفتت من تشتت من غياب للمنطق. وبالتالي لو لم تكن هذه الظروف هي اللي سمحت له، لا يمكن لأي رئيس أمريكي مهما أوتي أن يعلن بشكل مباشر هذا القرار الخطير. إنها القدس. طيب هقول لحضرتك على حاجة، الأجواء في فلسطين شكلها إيه؟ الأجواء لن تهدأ، يعني هذا قرار مصيري بالنسبة للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني مدرك تماما إذا ضاعت القدس ضاعت الأمة العربية. هناك خطابين، في خطاب الأنظمة لا يمكن أن نتوقع أكثر من هيك، وهناك خطاب الشعوب ولغة الشعوب اللي عبرت عنها بعفوية مجرد ما طلع هذا القرار. وأكيد لو لم يأخذ مباركة من كثير من الأنظمة العربية على هذا القرار لن يتجرأ لا هو ولا غيره أن يتخذ هذا القرار. برجع بأكد المراهنة على نضال وصمود الشعب الفلسطيني في أراضي فلسطين المحتلة وبالتالي المراهنة على الشعب العربي والشعب الإسلامي الداعم دوما لذه القضية. هنا تكمن الخطورة، زي ما حكي أحد زملائنا جوا إنه القنصلية الأمريكية تقوم بأعمال السفارة بأبشع صورة، لكن هذا القرار هو قرار إعلاني خليني إنشائي لحق مش ملكه انه يعطيه، حتى هذا الحق يخالف القانون الامريكي، ونحن في صدد تحضير دعوه في هذا الصدد. القانون الامريكي وهذا وجه في اوباما بحملته الانتخابيه يجرم كل من يقدم على مخالفه القوانين والمواثيق والشرع الدوليه.